يأتي إشهار هذا الكتاب والذي يحمل عنوان الحافلات تحترق، والذي يروي لنا مرحلة من مراحل جهادية عاشها شعبنا الفلسطيني والضفة اليوم، تشهد حالة من تنامي العمل المقاوم وتنامي ظهور المجموعات المسلحة من عرين الأسود في نابلس إلى كتيبة جنين وكتيبة عقبة جبر وكتيبة طول كلام، لتؤكد لنا أن كل محاولات طمس مقاومتنا وملاحقة مجاهدينا ستقوم بالفشل ما دام هناك شباب يحمل على عاتقه هم الوطن والقضية، لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم، فمضوا متوكلين على الله وعيونهم صوب المسرى والأسرى. كما تأتي هذه الفعالية ونحن على بعد أيام من يوم الأسير الفلسطيني، هذا اليوم الذي يحييه الشعب الفلسطيني ليس فرحا ولا يوم بهجة، بل هو على العكس يوم يذكرنا بحجم مصابنا وألمنا وجراحنا الغائرة، بأن هناك لا يزال لدينا أسرى تحت سجون الاحتلال مضى على اعتقالهم سنوات طوال، فبعضهم قتل. توقفوا قليلا معي وتخيلوا معي فقط الأسير محمود عيسى والمعتقل منذ عام 1991، والأسير نادر البرغوثي والمعتقل منذ أكثر من 40 عام. كل هذه السنوات وهم متنقلون بين سجن وآخر وعزل انفرادي وآخر، وفي المقابل منكم من هو اليوم على أعتاب التخرج من هذه الجامعة، ومنكم من تزوجت، ومنكم من يحضر لسوق العمل ليدخله ويبدأ حياته العملية. كل هذه المراحل والحياة لدى أسرانا متوقفة. يأتي هذا اليوم ليذكرنا بهؤلاء الأسرى ويذكرنا بواجبنا تجاههم، مع أنه يفترض أن تكون كل أيامنا من أجل قضيتهم ومن أجل العمل على تحريرهم. قضية الأسرى التي أصبحت للأسف موسمية ومناصرتها أصبحت ردات فعل مؤقتة، بدنا ننتظر حدثاً داخل السجون لنتحرك، وبدنا وللأسف ننتظر صورة مهربة أو مقطع فيديو مسرب من داخل السجون يكشف لنا عن جزء من حجم هذه المعاناة لهؤلاء الأسرى لننتفض ولا نتحرك. هنا أقول لا خير فينا إن لم ننتصر لهم، ولا خير فينا إن لم تكن حريتهم شغلنا الشاغل وهدفنا، وهذا يتطلب منا العمل الدؤوب والمستمر والمتواصل. وسأستغل كلمتي هذه لأوجه بعض الرسائل من خلالك. رسالتي الأولى لأهالي الشهداء أبطال وفرسان هذا العمل المقاوم، فلقد صنع الله على أيدي أبنائكم عملاً سيبقى خالداً في سجل النصر والمجد لهذا الشعب. هؤلاء الفتية مجد أبو وردة وإبراهيم السراحنة ورائد الشرنوبي الذين آثروا أن تكون أجسادهم الطاهرة حمماً تتطاير في قلب الكيان انتقاماً وثأراً لكل قطرة دم فلسطينية، وانتقاما لشهيدهم وقائدهم يحيى عياش. فحق لكم يا اهل الشهداء ان تفخروا وان ترفعوا رؤوسكم بابنائكم، ولكم باذن الله موعد لقاء لكم في جنان الله. اما رسالتي الثانيه في لشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومؤسساته وفصائله، الاسرى ابنائكم خرجوا من اجلنا جميعا، من اجل ان نحيا كراما، من اجل حريه ارضنا، ومن أجل أن يحيا أبناؤنا في وطن بلا محتل. فليس رداً لهذا الجميل أن ننساهم وننسى قضيتهم ونتكاسل عن نصرتهم وننشغل عنهم، وليس فخراً لنا إذا ارتفعت قائمة العمداء للأسرى، فهذا لا يدلل إلا على حجم تقصيرنا وعجزنا وضعفنا تجاههم. وأخيراً رسالتي للمقاومة الفلسطينية التي نعقد عليها الآمال بعد الله سبحانه وتعالى في خلاص أسرانا من سجون الاحتلال، أقول لكم أما آن الأوان لينال حسن حريته، أما آن الأوان ليعود محمد أبو وردة إلى زوجته وابنه وعائلته، أما آن الأوان ليعود أكرم القواسم للقدس والأقصى، أما آن للفرحة أن تطرق أبواب كل بيت أسير بعودته محررا كريما. لا نريدهم أن يخرجوا لنا جثثا من مقابر الأرقام، نريدهم أحياء بيننا، نريد أن نراهم في قوافل التحرير للأقصى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا
شكرا لك الأخت غفران زامل، فك الله بالعزة قيد أسرانا ونصرهم بإذن الله. نبدأ الآن محورنا الثاني مع الأستاذ الأديب وليد الهودري ليحدثنا عن رواية الحافلات تحترق. ماذا تحمل هذه الرواية في طياتها وما هي أهم رسائلها وأفكارها؟ كما لو تحدثنا أكثر عن الأسير حسن سلامة نموذج الأسير المقاوم والأديب المقاوم، وأدبيا ماذا يعني أن يكتب لنا الأسير بهذا المقام العالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة وهذا الحضور الطيب في هذه المناسبة الأكثر من رائعة، المناسبة العظيمة، حيث بداية لابد من الوقوف عند الكاتب، كاتب هذا الكتاب. هذا أمر عظيم، وهذا تسجيل حالة انتصار هذا الرجل الذي سبق قوله سبق فعله قوله، سجل انتصارات عظيمة في أرض الواقع، ثم قيب في السجون ليعزل 5000 يوم، 14 عام معزول في داخل السجون ومعزول عن السجون، يعني عزل داخل عزل، هذا شيء يعني ليس طبيعيا. من جرب العزل أيام ويقارن بين الأيام التي عزل بها ثم يقارن بين هذه السنوات الطويلة، هذا الشيء كان يعني أن يقترب من الجنون، يوضع بين الحياة والموت، يوضع في زنزانة القهر الانفرادي وحده يناجي فقط ربه. لولا إيمان هذا الرجل العظيم الذي بقر في صدره ولولا إيمان الحياة لما صبر كل هذا الصبر. أذكر في أسير عزل 4 سنوات قال لي أنه في لجنة من مصلحة السجون كانت بين الحين والآخر تيجي تفقدني تشوفني ما زلت بالعقلية ولا لا، ما زلت يعني بكامل قواي العقلية ولا لا. هذه مسألة يعني يخرج من هذا العزل يخرج بهذا العنفوان بهذه القدرة على الكتابة ومتابعة الطريق، هو أبدا لا يتخلى عن رسالته، لا يتخلى عن الهدف الذي آمن به والهدف اللي يعني وضع نفسه على حافة الموت وأراد الشهادة مرات كثيرة، ثم كتب الله له أن يكون شهيدا في السجن. وجوده في السجن هو يسجل شهادة عظيمة، شهادة حية لواقع مشتبك مع المحتل بطريقة فريدة. مجرد وجوده في السجن هو يشكل هذه الشهادة الحية، ما بالنا أن ينتشر القلم ويكتب أي كتابة. هذه الكتابة التي يكتب فيها عن هذه التجربة الفريدة الفردة التي سطرها على أرض الواقع، يأتي بعد هذه السنين الطويلة، بعد 30 عاما من العزل والقهر، يأتي بهذا العنفوان العالي وبهذه القوة، قوة الإرادة المؤمنة الصادقة ليكتب. لا، هذا كثير ما وصلنا من كتابات حسن سلامة يجب أن يطبع بماء الذهب، بماء الذهب مش بحبر، لأنه هو يسجل حالة انتصار، ينتصر على جلاده على سجانه، ينتصر هذا الانتصار العظيم إنه يستطيع أن يستمر في حمل الرسالة، يستمر في التمسك بالقضية والتمسك بالأهداف العليا التي شق طريقها. هذا شيء عظيم جدا، نجح حسن سلامي لتسجيل نقاط كثيرة، أهم هذه النقاط أنه ينتصر على سجانه ويستطيع أن يخرج تجربته بهذا الشكل الأنيق، الشكل اللغوي الجميل والسديد الذي يحمل أشياء كثيرة. هذا الكتاب يحمل ليس كتابا أدبيا عاديا وليس دراسة بحثية عادية، لا، هو يحمل هو مدرسة. هذا الكتاب مدرسة متكاملة فيها إشارات واضحة
على الطريق إشارات أمنية، إشارات سياسية، إشارات تربوية، إشارات دينية تزكوية، مدرسة ملحمة أسطورة، مدرسة هذا يجب أن يدرس في واقعنا. لما أنت تقرأ الكتاب تصل لأهداف متعددة. هو لم يصب العصفور بحجر واحد وإنما أصاب عدة عصافير. لا أقصد عصفور الاحتلال. منيحة لو عصفور الاحتلال. لا الأهداف. نجاح كبير أن يصدر لنا هذا الخطاب وهذا هذه الرواية الفلسطينية القادرة على أن تحمل كل هذه الأمطار الغزيرة. أمطر علينا بهذا الكتاب أمطار غزيرة من الفكر والمعرفة والتجربة والخبرة. ليس سهلا أن تكتب باحث أكاديمي باحترام الأكاديميين الأستاذ كل احترام لهم اللي بيكتبوا، ولكن أن يكتب من معاني المعركة من حالة الاشتباك اللي هو موجود فيها. يعني هنا أستذكر تفسير لآية كريمة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. كانوا قديما يقولوا إنه الناس يعني تفرقوا لدراسة الدين، وبعد أن درسوا الدين جاءوا يعلموا الناس. لا، هذه الدراسة من نوع آخر. هؤلاء نفروا جهادا في سبيل الله، وأثناء المعركة وأثناء هذا الالتحام مع العدو برزت قضايا اجتهدوا فيها ووصلوا لفقه الجهاد. هذا صار في عندهم فقه الجهاد. حسن سلامي يكتب من خبرة فقه الجهاد، ويكتب من فقه السجون، ويكتب من فقه الابتلاء، صار عنده فقه واسع من التجربة، من خبرة، حصل على تجربة فردية هو، تجربة مجموعته، تجربة السجن والحركة الأسيرة، وخرج بفقه. هذا الكتاب مليء بالفقه، يفقهنا القضية، يفقهنا أبجديات الأمن والسياسة. هذا الكتاب يعني محمل بأشياء كثيرة. إحنا في حفل إشهار وليس في حفل النقاش. لو في حفل النقاش في مجال إنه نفصل ونخرج واحدة واحدة وندلل على كل واحدة كيف شق طريقه بها حتى أوصل القارئ إلى أن يحصد هذا الحصاد العظيم ويصل إلى هذه الخبرة. وهذا هو ما يميز الكاتب. يميز الكاتب إنه كتب من معين التجربة، كتب من 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 عرين الأسود، كتب من داخل الـ 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 من داخل الـ الـ العمق اللي فيه تحدي واختبار على شده، من موقع متقدم جدا مشتبك مع المحتل، أقرب خندق مشتبك مع هذا الاحتلال في داخل السجون. السجون هي سجون بدل ما أن تكون سجون قهر الرجال وسجون قتل الإرادة وقتل الروح، يخرج لنا كتابة فيها العنفوان العالي، فيها الإرادة القوية، فيها القوة والقدرة على مواصلة الطريق والتعبير عن حالة المعركة بطريقة قوية وعالية. هذا النقد العالي الموجود في الكتاب هذا ليس سهلا أن يأتي أي كاتب ويكتب بهذا النبض العالي، بهذه الروح العظيمة القوية والجميلة في نفس الوقت. هذه الإنسانية العالية التي جسدها هذا المجاهد الذي سبق فعله قوله، وقبل أن يكتب كان قد سطر صفحات من المجد والتاريخ في تاريخ القضية الفلسطينية، وصنع علامات بارزة وأوجع المحتل كثيراً. ثم بعد التدريب طويل جاء ليكتب هذه المدرسة العظيمة. أنا بقول بكل هذا باختصار هو يشكل نموذج. هذا النموذج ضروري لمواصلة الطريق. كل من الآن يجاهد المحتل يشترك مع المحتل هو يعود بشيء من الفضل لتجربة حسن سلامة ومن معه من المجاهدين. هذا النموذج عندما يطرح الأجيال القادمة طبعا سيبقى
هذه المدرسة الطريق اللاحق المتواصل المتراكم خبرة المتراكمة ستبقى هي المنارات على الطريق، وستبقى هي الشموس التي تبدد عتمة الاحتلال وتبدد كل ظلمات الإحباط والذين يريدون أن ينشروا تطبيق العزائم وقتل الروح المواجهة وقتل الإنسان الفلسطيني الذي يستطيع أن يحقق الانتصار. هذا الكتاب يقنعنا تماماً ويزرع في أعماقنا أننا نستطيع أن ننتصر، أننا مهما كانت إمكانياتنا قليلة ومحدودة إلى أننا لدينا القدرة ولدينا لو حملنا هذه الروح واستمرنا في هذا الطريق لدينا القدرة على تحقيق الانتصار. هذا المحتل يملك كل أدوات القوة وكل أدوات القهر والقمع، ويملك الدعم العالمي والدعم الدولي واللحظة التاريخية التي توافقه وتناسبه. هذا الاحتلال بكل تجلياته اللي فيها بطرسة القوة وعنجهية الباطل كل ما يحمل يثبت حسن بأن هناك ثلة قليلة من الشباب بإمكانيات محدودة جدا وبظروف صعبة جدا وبمطاردة وملاحقة مزدوجة عجيبة جدا، ومع ذلك يحقق حالة انتصار، مع ذلك يحقق حالة رجع ويرجع المحتل ويجعله يذوق وبال جرائمه. لذلك يعني هذا الكتاب أنا أعتقد أنه مدرسة متكاملة الأركان متعددة الأهداف فيها الكثير مما يستفاد منه ويبنى عليه، وهو علامة بارزة في الخبرة المتراكمة التي نتناقلها من جيل إلى جيل ومن رعيل إلى رعيل ومن فوج إلى فوج حتى يتم بإذن الله تحقيق الانتصار على هذا المحتل. الكتاب يثبت لنا أن شعب فلسطيني فيه هذه الروح وفي هذا العنفوان العالي وفي هذا الشروق وهذه الإرادة التي تستطيع أن تصنع الفعل، يثبت أنه يستحق الانتصار ويستحق أن يكون له وطنا كامل السيادة على كامل التراب الفلسطيني. شكرا جزيلا. جزيل الشكر لك أستاذ وليد الفضلي. ننتقل الآن للدكتور نصر الله الشاعر ليحدثنا عن تأثير الأدب الفلسطيني المقاوم وأدب السجون على جيل الشباب، جيل النصر والتحرير، وأهمية ترسيخه والاهتمام به وجعله جزء من ثقافة الشباب. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لكم هذا الحضور وتنظيم هذا اللقاء، ويعني في صحبة لدي صديقين حبيبين عزيزين، يعني وهما كل منهما قام من القامات في مجالهما. طبعا الأستاذ وليد الهدلي هو من رواد أدب السجون أو أدب المعتقلات. تعرفون أنه كتب رواية ستائر العتمة، كتب رواية مدافن الأحياء، كتب مجموعة روايات هي توثق التجربة النضالية الاعتقالية لدى الاحتلال، وكثير من الأسرى يعني انتفعوا بهذه الروايات في تجاربهم حين تعرضوا للقهر والاضطهاد والظلم والضم، انتفعوا بما في هذه الروايات. يعني الأستاذ وليد يحكي لكم عن تجربة غيره، وكان يمكن أن نسمع عن تجربته الشيء الكثير، وهي تجربة غنية. أمضى في السجون ما يزيد على 10 سنوات إذا ما كانش 12 يعني. فيعني هذا الكلام بهذا التواضع يعني لا يدل على حقيقة ما لدى الأستاذ وليد من علم وتجربة وخبرة، فهو أديب معروف في هذا المجال. الحقيقة أنا يعني سأتكلم عن الأدب السجون من ناحية النظر الأدبية. في شيء في الأدب سموه ظهرة موضة في بدايات ربما
انتشار الحركة ما يسمى النهضة الأدبية المعاصرة، صار في فكرة في الأدب شيء يسمونه الفن للفن، يعني لا تطلب من الفن أن يلتزم للقضايا التي تعيشها المجتمعات والأمم والثقافات يعني الفن للفن، ليس مطلوبا منه أن يعبر عن قضايا أمته وشعبه. في المقابل ظهر تيار آخر ما يسمى بالفن أو الأدب الملتزم، يعني الأديب والفنان يلتزم لقضايا أمته ويعبر عن القضايا التي يعيشها الشعب وتعيشها الأمة. وفرع من فروع الأدب الملتزم هو أدب المقاومة، مقاومة الاحتلال. وفرع من فروع مقاومة الاحتلال هو ما كتب داخل المعتقلات، ما يسمى بأدب المعتقلات. يعني أدب المعتقلات كأنه فرع جاء من غصن كبير هو أدب المقاومة، وهذا جاء من فرع آخر اسمه الأدب الملتزم. طبعا في ناس ممن هم متحررون جدا ويرون الأدب، طبعا هذول الناس في بعضهم يكون هو نفسه أصلا مجرد مقلد لما قال سيادهم، لأنهم يريدون من الطبيب أن لا يعيش قضايا أمته، ومن السياسي أن لا يعيش قضايا أمته، ومن الشيخ أن لا يعيش قضايا أمته، والأديب لا يعيش قضايا أمته. طيب وبالآخر من الذي يسوس ويقود الأمم والشعوب؟ هم شلة الحرمية والسباقين والأذناب الإسلامية، يعني الأدباء والمخلصون والمفكرون والعلماء صفوا على جنب. إذا كان الأديب أو صاحب الرؤية الفنية العميقة والجمالية لن يتدخل ولن ينقل لنا صورة معاناة هذه الفئة من الناس وتلك الفئة من الناس، وسيغرق في أنانيته وذاتيته، لا حدث لنا بهذا الأدب وهذا الفن. الفكرة الآن أدب السجون في فلسطين بدأ يقيد بمقطوعة شعرية كتبت بالشعر العامي، يعرفها الأساتذة، وجدوها منحوتة على زنزانة، ربما يعود هذا لثورة 36. أحد الأسرى كتب الفحم على الحائط مقطوعة شعرية شهيرة اللي بيقول فيها: يا ليل خل الأسير داي كمل واحد رايح يفوق الفجر ويرفرف الجناح، داي مرجح المشنوق من هبة رياحه وعيون بالزنازين بالسر نباحه، يا حيت وقف دا فضي كل حسراتي يمكن نسيت مين أنا ونسيت آهاتي، يا حيف كيف انقضت بديك ساعاتي شمل الحبايب ضاع وتكسر قداحه، لظلم دمعي نزف دمعي عوطاني عكمشة زغالين في البيت جوعاني، مين رح يطعمها من بعدي وإخواني اثنين شباب قبلي على المشنقة راحوا، وأم أولادي كيف رح تقضي نهارها وينها علي أو وينها على صغارها، يا ليت خليت بإيدها سوارها يوم دعاني الحرب تا اشتري سلاحه. هذه المقطوعة التي وجدت مكتوبة على جدار زنزانة توثق أنها أقدم أدب مقاومة من أدب السجون في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية. هذه مقطوعة الشعر العامي، ولا يعرف أصلاً من هو الشاعر، يعني يذكر أنه شخص اسم كأنه عودة أو كان مجرد اسمه الأول، يعني ولا يعرف من هو ولا من أي بلد ولا ولا ولا. فتخيلوا. ثم بعد ذلك بدأت الثورة والثوار المعتقلون المقاومون الصامدون في السجون يوثقون تجاربهم وآلامهم وآمالهم ونضالاتهم وأوجاعهم. طيب يعني هذول الناس لكم هم انسجنوا لأنه سرق دجاجات جارهم يعني؟ ولا انسجن لأنه راح اعتدى على حدا من الجيران لحاجة شخصية ونزوة ذاتية؟ حبيبي هذا انسجن من أجلي ومن أجلك. هذا قضى زهرة عمره وزهرة شبابه خلف القضبان يتجرع الألم والمر والأمر من المر، لأنه يريدك ويريد لأولادك أن يعيشوا حياة كريمة. هذا يستحق أن يكرم، كل ما يقوله يجب أن يوضع على الرأس.
يجب أن يسمع ما يقال، يجب أن نسمع رأيه، لأن المفروض أن هذا الشخص مش لا يتكلم كلاما يعني هكذا من باب السفسطة الكلامية، والله تعالى ندردش هيك إيه واحنا بنأجل على قهوة ولا في مكان الحكي عليه حساب فيش عليه جمهور. لا حبيبي، هذا يعني كل كلمة بالنسبة له نزف من دمه من عرقه، يعني عصارة حياته وشبابه ونزيف من روحه، يكتب هذا، فكل كلمة تكتب بما يذهب يا أحباب. فيستحق هؤلاء أن نقرأ لهم وأن نتابع ما يكتبون وأن نتتبع كل ما يكتب وما ينشر من كتاباتهم حتى نتعلم منهم وحتى نناصرهم وننشر قضيتهم. أما إذا نطلب من الآخرين أنهم هم اللي يهتموا بشعر هؤلاء الشعراء وأدب هؤلاء الأدباء، فهذا يعني الأمر أعوج مقلوب، يعني لا يمكن أن أطلب أنا الفلسطيني أن أطلب من مغربي أو تونسي أو جزائري أن يناصر قضية المعتقلين والأسرى وأدبهم وأنا فلسطيني لم أناصر هذه الفئة وهذا الأدب وهذا الفن. يعني لا تطلب من الآخرين البعيدين عنك أن يتبنوا قضيتك إذا أنت لم تتبنى. أولاً نحن الفلسطينيين يجب أن نتبنى هذا الفن وهذا الأدب وننشر أدبهم. كيف ينتشر الأدب؟ كيف ينشر الأدب؟ أولاً من خلال وجود مؤسسات ودور نشر، ننشر أدبهم وترعى. ثانياً تعميم هذا الأدب عقد ندوات مثل هذه لمناقشة هذه الآداب وهذه الأعمال الفنية وتشجيع الناس على قراءتها ومناقشة ما فيها من أفكار والبناء عليها وإشهار هؤلاء الناس ليكونوا هم القدوات، لا أن يكون القدوات هم أولئك التافهون. يعني مين اليوم القدوات في ظل العولمة؟ واحد هيك بكفي إنه يكون شكله هيك شوية سمسم زي كتيبة، مش مشكلة يكون تافه ولا مش تافه، بيطلع على موقع من المواقع بصير له عدد مشاهدات يصبح هو الانفلونسر، يعني هو هذا معذب، هذا معذب، هذا عالم تافه، هذا عالم التفاهة مثل ما ألف العالم هذا ألف الأشهر في كتابه عن عالم التفاهة، يقول لك إنه كيف صار عالم التفاهة؟ زمان كان من القدوات؟ العلماء المفكرون الفلاسفة المبدعون. اليوم مين العظيم؟ مين العظيم؟ واحد كما قلنا أو وحدة، بقدر ما تتعرى أكثر وبقدر ما تسف الكلام أكثر سرها متابعين أكثر. هل نقبل نحن أن يكون قدواتنا هؤلاء التافهين؟ يعني هل نقبل أن يكون هؤلاء التافهون هم القدوات؟ من يحدد أنت؟ أنا قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قدوتي الصحابي عمر بن الخطاب، أنا قدوتي ونموذج الأعلى فلان وفلان. كيف توجد هذه القدوة؟ يجب أن تحييها وتسلط الضوء عليها وتجليها. حتى النشأ الصغار، يعني إذا أنت ما تحدثت عن الصحابي فلان وعن النبي فلان وعن المقاوم فلان وعن الأديب فلان وعن المبدع فلان، سيبحث في النت وفي وسائل التواصل الاجتماعي سيبحث عن قدوة وستتفاجأ إنه القدوة تبعته للتافه فلان، آسف للعبارة التافهة بس هي هذا الواقع. فنحن يجب أن نصنع القدوات من مفرزات نظام العلماء الحديث التصليح والتشييد والتسليع. شو يعني التسليع؟ كل شيء من باب إنشار سلعة. ما تحكي لي كرامة، هذا شيء مجرد، أنا بدي شيء ألمسه فيني، دولار ألمسه فيني، شيكل ألمسه فيني، تعي صعب من الدرهم، تعي صعب من الدينار، تعي صعب من الخمسة، النبي اللي يكون مشان، يعني هو في واحد مسك الدينار ويصلي له؟ لا، اللي عايش في الحياة مشان الدينار والدولار والشيكل، خلص صار عبدا للدينار وعبدا للدولار شيكل. نحن كيف نجعل أنفسنا أحرارا؟ من خلال أن نجعل قدواتنا هؤلاء الأحرار.
كيف يمكن أن نكون عبيدا حين نجعل قدواتنا أولئك العبيد؟ وهنا يعني يحضر لي بيت في الشعر يقول: قيد العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد، قيد العبيد من الخنوع وليس، يعني العبد ايش الربط خلاه عبد ليس حرا؟ ليست القيود التي في يده، فهنالك آلاف خلف القضبان وفي أيديهم ورجلهم القيود، ولكنهم أحرار ويصدرون الحرية لكل البشر. وهنالك عبيد وإن كانوا خارج السجن. نحن مع أدب الحرية وأدب الانعتاق، نسأل الله أن يفك أسر حسن سلامة وأن يبقى شامة وقدوة في الأدب وفي الحياة وفي مجالات شتى. أشكر لكم وأسف للإطالة. شكرا لك دكتور نصر الله الشاعر. ننتقل للمحور الأخير مع الأستاذ بلال شرش. أستاذ بلال شرش، كباحث في تاريخ المقاومة الفلسطينية المسلحة، حدثنا عن عمليات الثأر المقدس على استشهاد القائد المؤسس يحيى عياش التي تعتبر حديثة في تاريخ المقاومة الفلسطينية. بماذا تميزت هذه الفترة؟ كما لو تحدثنا عن أثر الروايات التي تخرج من داخل السجون على الاحتلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الشكر موصول للمنظمين وشكر موصول لكم جميعا على الحضور. سامحوني على الأحكي يعني في حضرة الراحة أستاذ غفران الحديث أنا رأيكم مقتصر على جزئية متعلقة بنص حسن سلامة وسيرة جهاده ما بين مقسمية الاستدلالية والاستثناء. واسمحي لي أجاوب على ما قلته من خلال هذه المداخلة. نشأ حسن سلام وطلع في مدينة خنبونس، لكن خيامها هو ما شكل وعيه الأول، إذ أن المخيم كان وما زال دليلاً مبنياً على مجريات احتلال فلسطين في حرب الكورة في عام 1947 إلى 1949، وكذلك دليلاً مادياً على مقاومة أهلها لمشروع استعمال السجون. ولم تكن لحظة المخيم المقاومة مقتصرة على لحظة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وإنما كانت لحظة الثورة هذه بداياً طويل لمسار طويل من المقاومة المستمرة التي لم تتوقف. ابتدأها فعلياً أقارب وجذور من بقية المسلمين خلال ما سمي في حرب الحدود ما بين سنوات 1949 إلى 1956، ومن ثم تمهيد لتراكم الثورة الفلسطينية المعاصرة، خصوصاً لما نحكي عن مخيمات عقيدة فلسطين. ولكن سلامة تحدث الأحداث عن معالم مادية ثانية حضرت في وعيه أثر الاحتلال. أي احتلال مستوطن إلا يلعب سباق، إذ أن احتلال بقية فلسطين إثر حرب الحيران لم يجعل المسافة بعيدة بين سلامة وبين قوات الاحتلال، وإنما صارت مسافة صفرية بين أهل فلسطين جميعا ومشروع استعمار السجون الجديدة. ولد سلامة في آب أغسطس 1971، وغزة آنذاك تصدى أخبار المقاومة اليومية المسلحة من استعمار السجون، خصوصا بعد أحداث في أيلول سبتمبر 1970. وانعكس ذلك بشكل جلي على كتلة المقاومة المسلحة في مناطق فلسطين الوسطى. كما أن حسن سلامة بالسلم كان يحمل اسم واحد من أبرز القادة العسكريين الفلسطينيين الذين قاتلوا المستعمر الجنوب أنفا الصهيوني، واستشهد في دولة معركة 1947 1949، واستشهد في وزارة الدولة الشهيد حسن علي سلامة. وكان لهذا تطابق في الأسماء كما يلقي السلام أثره في سلام الثاني أثره في تطابق الطرق. يقول حسن سلام إن كان هناك المسجد تحدث عن حسن سلام الشهيد وكأنه يرشد إلى مسار حسن سلام الأول. يقول: أدركت حينها مقصد القائل، ما جعلني أقر بقوة بهذه الشخصية وتردد في داخلي حتى يبين المسلمين. وأنا من جمع حديث الأستاذ نصر الله عن القدرات الأخرى التي تدرك في هذه المسارات. وبهذا فإن سلامة عندما تحقق المقاومة المسلحة في الاستعمار الصهيوني كان في غير وجه ابتداء واستمرار مسيرة مكثفة لعقود من السنة. وعندما ارتحل سلامة طلبا للأمن والخطة والتوحيد ورث جزءا أساسيا من التجربة العسكرية الفلسطينية السابقة سواء في سوريا أو في قبائل الجولان، وكذلك جزءا أساسيا من السلاح العاملة في الحدود التي كوناتها الثورة الفلسطينية على مدار السنوات الطويلة كان فاهم تدربه في ديران، وكذلك جزء
حساسيه من الصلاه العامه للحدود التي ابتداها مستضعفو الخط خلال السنوات السابقه، وكان خبره سلام التاليه التي انعكست على عملياته بصوره استمرارا في هذا المسار الطويل. قبل اكمال الحديث عن الاستمراريه لابد من الحديث عن الخطا او استثناء حسن سلام وفاق ضربه. كتب سلام عن مرحله العمل المجاهد في بلاد السجين. بالفعل كان قطاع غزه، وهذا ممكن ان ينعكس على الضفه الغربيه انذاك، يمثل لنا سجنا من الصعب التنقل او التحرك خلاله، اضافه الى عيون السلطه التي ما برحت الى حكمه. فقد كانت تعيب علينا ان تسمع ولا تردد او تتاخر في القبض علينا لحظات الشك او تقديم تقرير من احد عيونهم ضد احد اخواننا حتى وان كان كبيرا. فكانوا يعتقلونه ويذكرون او لتحقيق القاسم وخلالها محقق انسانيته ووطنيته، وبعد انتهاء جوله التحكيم كان بدون قاضي في زلازل او ينفذ للسجن مده من الزمن قد تطول او تقصر دون اي التزام بجانب قانونه الاسلامي. انتهى الاقتباس من حسن. كان استمتاع سلامي واخوانه الابرز انهم اصحاب الغرب، سواء على المستوى الفردي عند العمل وهذا ما ظهر جليا في مبادره حسن سلامي والدرجه التي تاكدت على مجال بعد خروجه من قطاع غزه الجيش الاسلامي التفاصيل كيف عندما خرج من قطاع غزه قطع اتصاله بالقياده، فاضطر الى المبادره والاستفاده من اتصالاته وتواصلاته السابقه من اجل اتمام محمد التي خرج لها. او على المستوى العام انا حسن ممثل الفن الرجال عنده ابرزه الذين رفضوا مسار عن هذا المسار اثر في حسن سلام اكثر من غيره. حسن سلام واخوانه من كل السنوات المسكينه يدفعون الدنيا كما مسار حسن لغايه الان. حاكم وطني في مسار طويل اسيرها ما لم يتجاوز 10 سنين 7 سنين 5 سنين صفقات اسرى توالى. مسار اوسلو هو المسار الذي اخر كل الان عملاء الاسرى حتى الان تقريبا كلهم نتيجه ثمار اوسلو السيئه. ولما نتحدث عن هذه الجزئيه هنا قيمه جزئيه ثانيه للكتاب والاعاده التوعيه الان، لان جند الجيل الجديد لم يعاصر هذه التجربه، وان ما زال يقتوي ببعض نيرانها، لكن هذه النيران لا يمكن ان تشبه النيران التاليه للعصر التي توت وعي الكثيرين، فصار الحديث عن مشروع وطن فلسطين انذاك دفعهم لانتصار سلامه واخوانه من نظام السلاح السابق. هذا الشيء تقدر تقراه في الصحف. اقرأ مثلا ردود الفعل التي وجدت في الصحافه الفلسطينيه على عمليه حسن سلام الثالثه. لتعرف عن ماذا نتحدث. فالدم الذي طفى في الثوره الفلسطينيه عندما قادت هذه الفله دفتها اثمرت روحا استشهاديه ما زلنا نعيش بلالها هذه الايام. روح وهنا عوده للحديث عن الاستمراريه. سقط واوجدها دم الشهيد عز الدين القسام واخوانه الذي كان ثمنا بقطع طرف اهل فلسطين انذاك كان كفاح مسلح للمشروع الاستمراري الزماني وبين علم الاستكانة والمحادة. عن هذه الروح كتب أحدهم سنة 97 اسمه على حسن سلام والروح التي دفعها في النقل. ونحن الذين نسجل حوادث الزمان لا يجوز لنا أن ننفر ما كان لثورة القسام الأثر الكبير في هذه الثورة. حدث عن ثورة 36 زرع القسام بذرة في البلاد لم يكن أحد يعلم أنها ستنمو في هذه السرعة. ومع ذلك نمت بسرعة. مع ذلك نمت بسرعة عجيبة ومكان لتلامذة القسام الكبيرة في الثورة وهم الذين يعرفونها بكمالها. تصور رجلا من تلامذة القسام كان إذا رجع من معركة سالما يجلس يده كنساء. إذا سأل مع احترامنا طبعا هذا النص في القصة التي هذا النص يهاجمونه. فإذا سأل لماذا نبكي يجيب أبكي لأني لم أقتل لم أقتل بهذه المعركة وتحت شيخ القسام. مثل هذه الروح الجديدة لم يكن البلاد أحد كاع قبل قيام القسام واستشهاده بالصورة التي يعرفها القارئ. وليتصور القارئ رجلا آخر من تلامذته يزحف على يديه ورجليه مختبئا هنا وهناك يكتب بصواح أحد الدبابات، يذكر زكين. حتى إذا اقترب من الدبابة ورآه السائق ويعلم أنه لا بد من موته يهجم على الدبابة بالحجارة الكبيرة غير المبالغ بالرصاص الصافي عليه من كل جانب. فيحميه الله ويمكنه وإخوانه الذين شاهدوه في هذا الموقف الصعب. ولا يرجع حتى يكون قد خفف بالسابق. وهل هنا قوة تستطيع أن تقتل مثل هذه الروح؟ هل هناك قوة تستطيع أن تلاشي تلامذة القسام من البلاد؟ هي عبرة تماما في كل الأوساط العربية وتلامذة القسام يتعقدونها لكي لا تموت. انتهى الدرس. الروح الاستشهادية التي تغذت خلال سنوات التسعينات على كثير من جماع الجند والقادة والاستشهاديين. كان عياش يصدرها الاول يمكن ان تلقى في ثنايا كتاب سلامة في المبادرات التي قادت مسار حسن سلامة وعملياته وتتجسد بشكل جلي في كيان
سلامي مع الاستشهاد من الطالب. وهنا نتحدث كذلك عن دور الطالبين في هذه المرحله الاستثنائيه. اخيرا اختم بالمشهد الاخير مع الاستمراريه ومع الرجال المتصلين. السجن. تحدث الاستاذ غفران عن السجن واثر السجن وضروره زوال هذا السجن. لكن في جوانب اخرى وجدت اوجدها السجن فعليا. وجد السجن من قبل السلطات الاستعماريه لكي يوعي الثوار وذويهم ولاخر من بقي منهم سواء الاسرى او اهل. إلا أنه كما يبرز هذا النص تحول المحطة من محطات الإعداد والتجهيز. وكل خطوط إسناد سلامي بعد انقطاع خطوط الإيصال الرئيسية لم تكن إلا ثمرة من سنوات هذا السجن. فما نرى اليوم كهزيمة أو كقطع قد يكون هو في لحظة من لحظات الاستمرار وقد يكون هو في لحظة من لحظات الانتصار. تحدث عن عادل عوض الله يعرفه حسن سلام من السجن. تحدث عن التواصل مع شخص الآن التواصل من خلال السجن. تحدث عن المدخل الى كلية المجتمع رام الله، المدخل الى الاستشهاديين كذلك ثمين اخر عصره في السجن. كل هذه الاتصالات فعليا وكانها سنوات اسد حسن سلامي كانها كانت تمهد لسنوات حسن سلامي الاتيه. ولعل الفرج قريب ان شاء الله. نقطه اخيره متعلقه في وفاء حسن سلامي. هذا نص كله وفاء فعليا. ولا يمكن ان يقرا كنص دارج وانما يقرا بالانغماس التام. عندما نتحدث عندما حسن سلام يفتتح الكتاب بالحديث التالهين يتحدث عن فكره رئيسيه كان سببا لاقتناعه بتاليف الكتاب انه كان في طبعته الاولى للطائر المقدس عمليات الطائر المقدس. فحسن سلام كان مدرك انه في بضروره تحفظ اثر الشهداء خصوصا عادل عوض الله الاستشهاديين الثلاث المهندس يحيى عياش وفيما بعد جزء اخر من النقاط التي كتبت لم يكن لم يكن مستشار بعد هناك عباس عدنان الغول واخرين. حسن سلام عندما يكتب هذا النص ويقول لذلك اتمنى لهذا العمل ان يرى النور تخليدا لذكرى استشهاد المهندس وتكريما لاخوتي وشهداء الاخرين وقفوا من جانبي وساعدوني ولم يدخلوا شيء من اجل اتمام العمل امثال الشهداء وابطال محي الدين الشريف وعادل عوض الله واخيه عدنان الذين اختارهم الله شهداء عندهم واختار ان يكونوا ممن ينتظر باذنه تعالى، اضافه لاخوه اخرين شاركوا في هذا العمل وهم اساس وهم الشهداء الذين قاموا بتنفيذ العمل وهم الشهداء العظام مجدي ابو ورده وتقييم السلاح لوراء الشهيد. شكرا لك استاذ بلال. ختاما نقول ما قال الشاعر: ما ضرهم في ربيع العمر ان سجدوا فالبدر رغم سواد الليل يأترق اسود غاب اذا غابوا وان حضروا يشيع منهم بقلب غاصب فرق لا السجن باق ولا السجان يا وطني ولا الدموع ولا الاهات والحرق هذا نموذج الفذ الرائد للاسير الفلسطيني ما هو إلا حالة من حالات مقاومة المحتل والتعالي على كل محاولاته في كسر عزيمة الأسير. حسن سلامة نموذج عز وانتصار، فلا بد لكلماته أن تملأ أسماع أنهار من غابوا وغيبوا عن واقع الأسرى وأهاتهم. فالشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا الإشهار لكتابه وكان داعما وسببا في إطلاقه. والشكر للضيوف الكرام حضورهم وحديثهم واهتمامهم. نشكر لأخي الأسير أكرم القواس مع حضوره وعائلة الشهيد عادل عوض الله زملاء الأسير حسن سلامة في العمل المقاوم. وشكرا لكم يا أبناء بير زيت يا من كنتم وما زلتم في الصفوف الأولى للدفاع عن قضايا الأسرى والشهداء والمسرى. فدمتم ودامت همامكم للحق متوقدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tamam.